ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فسحه جديده وخروجه جديده، فسحتنا غير العاده، واحنا موجودين في حديقه الدراجات في مدينه المستقبل، ويلا بينا ندخل ونشوف الاجواء. ده العجل اول ما ندخل الحديقه. احنا موجودين في حديقه الدراجات. موجوده طيب فين؟ موجوده في مدينه المستقبل. ودي خريطه بتقول لنا ان الحديقه بقى منفعة بيع وجبات سريعه ومشروبات ومسار المشي وميدان المغارات وبوابة المدخل الرئيسي. طيب العجل ده بنأجره ازاي؟ العجل ده بنسيب البطاقة هنا وتقريبا الساعة ب 30 جنيه مع الأستاذ ده. داخلين بقى حديقة الدراجات وهنشوف الأجواء جوه عاملة ايه. حديقة الدراجات تذكرة الفرد 30 جنيه من أول 6 سنين تذكرة كاملة. طبعا دي شوايات الفحم علشان لو عايزين تعملوا هنا حفلة شوي أو حاجة زي كده. كل المقاعد اللي احنا شايفينها دي متاح نقعد فيها عادي جدا ببلاش. تعتبر الحديقة دي من أنظف الحدائق اللي موجودة حاليا في القاهرة، طبعا علشان مساحة خضرة كتيرة جدا ولانها مشهورة بالدراجات او بالعجل زي ما احنا شايفين. حديقة الدراجات يعني عجل. تعالوا هسألكم الساعة بكام. طيب احنا سألنا لقينا ان العجل ده او ثلاثة النص ساعة عامل 30 جنيه، والعجل ده النص ساعة 25 جنيه. طبعا بتسيبوا البطاقة وتحجزوا زي ما انتوا عايزين بقى ساعة اتنين نص ساعة براحتكم. في عجل يناسب الاطفال الصغيرين، في عجل يناسب حتى الكبار. بصوا كمان في عجل هناك اهو. احنا كده بادئين بقى مسار العجل وداخلين على الكيدز اريا، وهنا المتاح بقى كيدز اريا زي ما احنا شايفين كده مجانا، الولاد بيلعبوا فيها، ودي كلها المساحات الخضراء والقعدة اللي بنقعد فيها. وكمان في كيدز اريا بالفلوس. الساعة كان عاملة 60، اكيد دلوقتي الاسعار غليت. تعالوا نشوف. دي بقى منطقة الكيدز اريا اللي هي المجانا، الولاد بقى بنقعد نستمتع بيها. طيب الحديقة مسموح بدخول المأكولات والمشروبات عادي جدا. وكمان فيها قلت لكم مساحات خضراء، فالعرايس بتيجي تعمل فوتو سيشن هنا. كمان القعدة وقت الغروب هتبقى جميلة جدا جدا، هنتفرج مع بعض على الحديقة على قد ما نقدر. الحديقة مساحات خضراء كبيرة وحقيقي جوها جميل جدا. عدد زوارها بيبقى قليل لان هي تعتبر بعيدة شوية في مدينة المستقبل زي ما احنا شايفين. دي كيدز اريا بقى الولاد يقعدوا بقى يستمتعوا بقى كده ويلعبوا واحنا قاعدين بقى جنبيهم بنشوي بقى بنتغدى هنتصور صور كتيرة او صور حلوة، لان زي ما قلتكم الحديقة حلوة ونظيفة رايقة. سعر تذكرة 30. طيب المواعيد بتفتح من كام لكام؟ الحديقة بتفتح من 9 صباحا ل 12 مساء. شايفين دي الزحاليق، طبعا في كبير وصغير، في مرجيحة، في اهو في مجموعات معانا زي ما احنا شايفين جايبين كور وبيلعبوا سواء بقى كرة تنس او كرة طايرة. عايز اقول لكم ان الحديقة حقيقي لو جيتوها مرة هتيجوا على طول. تعتبر بقى فسحة حلوة. الجو الخريفي هنا بيبقى جميل جدا. التراك بتاع العجل، منطقة كبيرة
هي اسمها حديقة الدراجات نسبة لان فيها العجل بقى والدراجات. يعني انت لو معاك عجلة وحابب تلعب هاتها وتعالى حديقة الدراجات، هيدفعوك رسوم قليلة. تعالوا بقى نتمشى كده في الكيدز اريا، وبعدين بقى هنكمل في الكافيتيريا والملاهي اللي هناك. عارفين قاعدة النادي الحلوة؟ عارفين لما يبقى عندكم كده جنينة وحابين تشوا؟ اهو كل المكان ده ينفع نقعد فيه، طبعا ينفع نشوي. مش عارفة ده نحل ولا ايه. شايفين دي كلها مقاعد، ينفع تقعدوا على اي مقعد انتوا حابينه، اي انتوا عايزينه، عادي جدا جدا. دي المقاعد بقى بتاعه الحديقه، ودي حفله الشوا اللي قلت لكم عليها. بنأجر الشوايه وبندفع ثمنها والفحم كمان، وبنجيب المأكولات من البيت وبنقعد نشوي هنا. كمان في سيارات تصادميه، لما جيت من سنه للاسف ما كانش فيه، فالسيارات دي حديثه. لو عندكم عيد ميلاد او عندكم مناسبة او عندكم اكتئاب او عندكم حابين تفرحوا اي حد او الولاد تفرحهم قبل دخول المدارس، فتعالوا حديقة الدراجات. حديقة كبيرة جدا جدا، مساحة خضراء كبيرة ونظيفة وروعة ومنسية وما فيهاش زحمة. وهنفرح الولاد قبل دخول المدارس. عايزين نشوي، عايزين نقعد في الجاردن ونستمتع بجو الحديقة، تعالوا حديقة الدراجات. كل دي مقاعد مسموح نقعد فيها، واحنا قاعدين كده وشايفين الولاد بيلعبوا في الملاهي. بصوا زي ما احنا شايفين أسرة جاية تلعب وتنبسط، ربنا يفرحنا كلنا ويبسطنا كلنا. طبعا خلاص بقى الأجازة بتخلص، وخلاص فاضل أيام بسيطة على بداية العام الدراسي الجديد، وهيعتبر الخروجة دي هتبقى في الويك اند بس. طيب أنا بحاول أصور لكم الحديقة على قد ما أقدر علشان هي كبيرة جدا. وهنروح الجزء الثاني اللي هو عند الكوبري لو احنا شايفينه ده، هنصور مع بعضينا هناك. تبقى اعداد جميلة جدا فوق الروعة. دي السيارات هسألكم بكام بقى الربع ساعة او الثلاث دقايق على حسب الوقت المسموح، وهقول لكم الاسعار ايه. فاكرين لما قلت لكم على حديقة أنطونياديس في اسكندرية؟ هي مكان جميل وفيها أربع أماكن لتأجير العجل. كمان عندنا حديقة الدراجات هنا في القاهرة، مكان جميل جدا لتأجير العجل، وفي عجل يناسب كل الأعمار. وعجل حديث، عجل جديد مش متهالك، تراك كبير جدا جدا جدا. لو حابين تلعبوا رياضة أو حابين تركبوا عجل أنصحكم تيجوا حديقة الدراجات. على فكرة الحديقة أرخص من حديقة الأزهر وأنظف. هي تعتبر العيب الوحيد اللي هي بتبقى بعيدة شوية، يعني هي بعد أكوا بارك العبور، هتلاقوها على أيديكم اليمين. ده بيت الكور والترومبولين. احنا قبل كده حجزنا يعني الساعة كانت بستين جنيه، لكن دلوقتي هيفتحوا الساعة 7 مساء وهقول لكم الاسعار ايه. وده بيت الكار بتاع الاطفال، ودي لعبة كده زي فناجين صغيرة.
دي لعبه الفناجين. وهنا بالليل بقى بنفخوا لعبه كده كبيره زي الشلال، بتبقى حلوه قوي وجميله جدا جدا جدا، بتبقى في المكان ده. فلو نفخوها او فتحوها يعني هصورها معاكم. خلينا افرجكم على جمال الحديقه وجمال الخضره وجمال الوقت اللي احنا فيه حاليا. مش عايزه اقول لكم بقى لو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنتات كتيره جدا منكم. طالعين بقى على الجزء الثاني من الحديقه وهنركب عجل وهفرجكم على الحديقه كلها. بصوا كمان في المقاعد دي ينفع نقعد عليها، وطبعا مكملين ده شكل التراك بتاع العجل، ودي قلت لكم المقاعد اللي بنقعد فيها ونشوي فيها. ودي الكيدز اريا ومكملين بقى. تعالوا افرجكم على جمال الحديقه ونشوف بقى هل الحمامات نظيفه ولا لا. هل هي بفلوس زي بعض الحدائق ولا مجانا؟ بصوا شكل المقاعد، بصوا الحديقة هادية ازاي، عدد زوارها بيبقى قليل. بصوا بقى ده منظر حديقة من فوق. بصوا قد ايه هي بتبقى رايقة. تعالوا بقى نتمشى كده ونتكلم مع بعض شوية. طبعا كلنا بنجري بقى على حديقة الحرية والأسماك والأزهر بارك، علشان بقى أسعارهم رخيصة هنا في كل حتة. حاطين لك طبعا لوحات بيقولوا لك هنا السوق التجاري، السهم ماشي كده، ومن ده المغامرات دراجات وبوابة ثلاثة، وطبعا مبنى الإدارة. تحلوا بقى نطلع كده ونتمشى هنا على الكوبري ونرجع لموضوع الحدائق اللي كلنا بنجري عليه، علشان طبعا رخيصة على قد الايد. وعند الحدائق عندنا في القاهرة بتبقى الاسعار متفاوتة من 5 جنيه لعشرين جنيه. طبعا مبقاش في ولا حديقة لغاية دلوقتي 10 جنيه، السعر اختلف زي حديقة الطفل وحديقة الدرجات والعشر من رمضان في مدينة مصر، وحديقة الحرية. كل دي بقوا حدائق اسعارهم 20 جنيه. هنا بقى تستمتع بالوقت بتاعك في الدرجات ب30 جنيه فقط طبعا، والباركنج ببلاش. دي حاجة حلوة اوي، حاجة جميلة جدا. بصوا شكل الكوبري عامل زي الكوبري ستانلي. طبعا ده التراك بقى بتجري براحتك وتلعب براحتك. ده منظر الطريق والعماير. هنا وده شكل الطريق برا الحديقه خالص. يلا بقى نكمل كده. وعايزه اقول لكم ان الاعداد الناحيه الثانيه اعداد شكلها روعه جدا جدا وتحفه واكتر من رائعه. يلا لو عندكم عجله تعالوا بسرعه حديقه الدراجات، مستنيينكم تشرفونا وتنورونا وتلعبوا وتنبسطوا وتشووا كمان وتاكلوا اكل صحي ومعمول كده على الفحم، قاعدين عيلة متجمعين وجايبين الأكل من البيت. وكمان هنا الفحم والشواية حاجة ولا أروع، وخروجة ولا أجمل من كده حقيقي. حديث الدراجات بتريح الأعصاب عشان فيها مساحات خضرة كتيرة جدا جدا. بصوا أنا موجودة على الكوبري ده، والكوبري زي ما احنا شايفين مبني طبعا على طريقة كوبري ستانلي أهو زي ما قلت لكم. شايفين ده طريق، احنا هنا في حديقة الدراجات، يعني ده الحديقة وده الطريق، وهنا برضو الحديقة. يعني الحديقة بنتمشى على الكوبري علشان نخش الجهة التانية للحديقة. عايز اقول لكم ان انتوا لو جيتوا في يوم مش هتقدروا تخلصوا المساحة كلها يعني. اهو ده النص التاني للحديقة اللي احنا داخلينه او اللي احنا رايحينه دلوقتي. هنخلص الكوبري وهنبقى
في الخضرة دي كلها والجمال ده كله. هوريكم الأعداد تحت عاملة ايه وشكلها قد ايه روعة وقد ايه جميل. مسموح بدخول اللعب الولاد اللي هي سواء عربية المول سواء اي عجلة اي لعبة كرة كفر عادي جدا. بيسمحوا بدخول الكور والمأكولات والمشروبات وطبعا اي حاجة لان هما ناس ذوق وناس متعاونين. وقلت لكم الحديقة عدد زوارها قليل جدا جدا. طيب لو انت بقى من برا مصر وحابب تقضي يوم حلو ويوم جميل وممتع وحابب تيجي بقى حديقة كده تكون كويسة ما فيهاش زحمة خالص, تعالى حديقة الدراجات. وما تنسوش تزوروا خان الخليلي وبرج القاهرة. وطبعا من المولات الحلوة جدا عندنا مول كايرو فيستيفال في تجمع الجديد او تجمع الشمس. بصوا بقى شكل المقاعد, انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا, احنا هنقرب عليها ونعمل زوم. المقاعد دي بنقعد فيها براحتنا يعني سواء بقى عيله او اصدقاء وحابين تحتفلوا مثلا بعيد ميلادكم, هتدخلوا التورته من على البوابه, تدفعوا لها رسوم بسيطه وهتيجوا هنا تقعدوا براحتكم على المقاعد اللي احنا شايفينها دي. شايفين قد ايه المساحات خضراء, شايفين ده الجزء الثاني للحديقه. الحديقه معانا لسه ما خلصتش, الحديقه معانا هقول لكم مساحتها قد ايه, علشان كده انا بقول لكم تعالوا استمتعوا بيها او فيها. بصوا ما فيش اي حد يعتبر غيري انا بصور لكم. دي بقى المقاعد اللي بقول لكم عليها. عندك منتج وعايز تعمله اعلان بعيد عن الدوشه والزحمه, هتيجي هنا تستاذن من اداره الحديقه وهتجيب طبعا المنتج بتاعك وهتعمله الاعلان اللي انت عايزه. عندك فوتو سيشن بقى وحابه تصوري في المساحات الخضراء زي حديقه انتونياديس لو تفتكروا لما تمشينا فيها كتير وقلت لكم مساحات خضراء كتيره جدا في اسكندريه. طيب احنا عندنا حديقه الدراجات في القاهره مساحات خضراء كتيره وينفع تعمل فيها فوتو سيشن وينفع تعملوا فيها اعياد ميلاد وينفع تعملوا فيها حفله شوي وينفع تعملوا فيها كل الانشطه اللي انتوا حابينها واللي انتوا عايزينها. عايز اقول لكم ان احنا بنقعد هنا بقى بالليل بيبقى الجو جميل جدا جدا فوق الخيال, خصوصا ان احنا في فصل الخريف. وعفوا طبعا على التنهيجه دي لان احنا مشينا كتير من عند البوابه لغايه لما جينا هنا. او زي ما قلت لكم زي ما وريتكم الولاد بقى بيلعبوا بالعجله في الحديقه كلها من اولها لاخرها. الله على شكل النخل والشجر وكوبايه شاي بنعناع وقت العصاري وانت قاعد هنا قاعد في جاردن مفيش غيرك انت وبس وكوبايه الشاي بتاعتك. يعني فسحة ولا أجمل, فسحة ولا أروع, خروجة جميلة جدا. طيب الولاد قلتكم في كيدزي إيريا زي ما قلتلكم برا على البوابة وأسعارهم رخيصة ورمزية. طيب في مأكولات, في مأكولات في مشروبات برا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه في الكافيتيريا أسعارهم ايه. لا لسه ما شفتش المنيو, هشوف المنيو وحاول أقول لكم واسألوني برضو في الكومنت هقول لكم. تعالوا نشوف بقى مع بعضينا. على فكره هنا في بتاع ده في اماكن كتير لكره القدم وكره التنس وفي كمان مكان للخيل. تعالوا نتفرج كده مع بعض. هنا الشمسية علشان لو جايين في الصيف يعني الجو حر وكده فالشمسية بتتفتح عادي وتقعدوا. القعدة هنا مش بالمشروب, القعدة هنا براحتكم فري. ده يعتبر المقاعد. هي الحديقة حديثة شوية متحدثة شوية علشان هي موجودة في مدينة المستقبل, ومدينة المستقبل دي تعتبر من المدن السكنية المبنية حديثا. طيب هي فين؟ هي في مدينة العبور. مدينة العبور فين؟ في القاهرة. بصوا كمان في لقيت مكتب حفلات وقاعة افراح لو عندكم مناسبة يعني تحتفلوا. ده طبعا الناس بتحجز. دي شكل القاعة.
بصوا كمان قلت لكم لو انتم من محبين ركوب الاحصنه، ده موجود في حديقه الدراجات زي ما احنا شايفين، دي الاحصنه المتاحه وده المكان اللي انتم بتتدربوا فيه او بتمشوا فيه. طبعا زي ما احنا شايفين دي الاحصنه اهي، يعني حديقه الدراجات ما طلعتش دراجات بس، طلعت دراجات واحصنه وملاهي وكيدز اريا ومكان للشوي ومساحات خضراء وتراك كبير للعجل او للمشي. طلعت خروجه متكامله، خروجه فيها انشطه كثيره جدا. طبعا في كذا حصان، لو انتوا بقى من عشاق ركوب الاحصنه يعني وبتدوروا على مكان تتفسحوا فيه او تركبوا فيه حصان، طبعا عندكم بيت زينه. بيت زينه ده مكان كبير مشهور، هقول لكم العنوان بالتفصيل، طبعا اكتبوا لي تعليق وانا هقول لكم. وعندكم حديقه الدراجات اللي احنا موجودين فيها حاليا. طيب ده السعر ايه بقى؟ السعر معاهم هناك مع الكباتن، هنحاول نروح هناك ونسالهم، هنحاول نروح هناك كده ونسالهم الاسعار ايه. هو زي ما انتم شايفين بيلعبوا على القد او ماشيين يعني على القد اهو. هسأل لكم بقى السعر كام والوقت قد ايه. وهنا طبعا خلاص الشمس راحت زي ما احنا شايفين، بقى ده وقت الغروب خلاص اهي غربت يعني الشمس. وشوفوا بقى الاجواء، شوفوا الحديقة عاملة ايه. بصوا ده لوكيشن تصوير حديقة الدراجات، طبعا اللوكيشن هو متاح معانا نتصور بقى كل الصور اللي احنا عايزينها. اللوكيشن مفتوح مجانا، مجانا يا جماعة، في قلب الحديقة. موجود فين؟ عند بوابة 3 عند قاعة الافراح. هنا الحديقة فيها 2 قاعة افراح. هتاخدوا احلى صور هنا في الحديقة لما تيجوا. كل ده 30 جنيه بس. ولو وصلتوا لغاية هنا لايك واشتراك وكومنتات كتيرة جدا. الحديقة فيها قاعتين افراح، واحدة على ايدنا اليمين واحدة على ايدنا الشمال، واحنا في اللوكيشن في النص.